وجد في منزل عائلة الشهيد محمد معروف حمية في طارية لقاء روحي إسلامي مسيحي، ودعا اللقاء الخاطفين لإطلاق سراح الأسرى والتعاطي معهم باحترام وعدم الاعتداء عليهم وفق القوانين الدولية. هذه مشكلتنا نحن بلبنان، إنه كل واحد يستبيح أرضنا وبالتالي عم بيستبيح شعبنا، عم بيتصرف معه بلا أخلاقية. يمكن يكون عندهم مشاكل وعندهم قصص، ولكن الناس الأبرياء ما ذنبهم؟ ونحن أبناء الله، فإذا كلنا أخوة، كلنا أخوة لبعضنا البعض، وهيدا اللي بيميز منطقتنا، منطقة بعلبك الهرمل. جميعهم لبنانيون، لبنانيون أولا وثانيا وثالثا، والتقسيمات التي يحول البعض زرعها نرفضها بالكلية. كل هؤلاء المختطفين هم لبنانيون، وجميعنا متضامنون متكافلون معهم. اللقاء دعا السياسيين للإسراع بالحلول دون أذية العسكريين، وأكد اللقاء على عدم الاعتداء على أي نازح سوري.